تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الطرق والمحاور الجديدة التي انتهى تنفيذها وتلك التي يجرى العمل على إنهائها بمنطقة القاهرة الجديدة. كما استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مشروعات ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طرق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات الطرق والمحاور الجديدة التي تمت وتلك الجارية العمل بها بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي تستهدف تطوير إنشاء شبكة طرق جديدة للاستفادة من مساحة 15,000 فدان ما بين جنوب طريق السخنة والقاهرة الجديدة. احنا بنتكلم في 15,000 فدان محمد. تمام يا فندم. بالك التطوير ده اللي بالتنمية اللي بنعملها دي، انت بتقدم 15,000 فدان تنمية عمرانية وتنمية ممكن تتعمل فيها مناطق صناعية وممكن تتعمل فيها كلام كتير قوي. انت فين ده؟ انت بينك وبين القاهرة الجديدة قد ايه؟ مفيش حاجة. النهاردة الشبكة اللي انت بتعملها ديت 15,000 دول، 15,000 فدان دول الشبكة الطرق دي، وبالمرافق بعد كده هنبقى احنا قادرين ان احنا نقول ايه، نقدر نضيف سواء للقاهرة الجديدة او للمناطق المستثمرين اللي هي امتداد شرقا كده، مش كده شرقا كده، نضيف لهم 15,000 دول. كما استمع سيادته لمشروع ربط القاهرة الجديدة بالدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، واطمأن من القائمين عليه على عمل الدراسات المرورية المستقبلية ودراسات أخطار السيول ومراعاة توفير وقت الرحلات واستهلاك الوقود. إنشاء شبكة طرق بإجمالي أطوال 40 كيلومتر وعرض 8 حارة مرورية في كل اتجاه، 5 رئيسي و3 فرعي، ودي يا فندم المنطقة دي كانت تضاريسها صعبة جدا، وبشبكة الطرق دي يا فندم هنحقق الاستغلال للاستثمارات الأمثل للمنطقة. إنشاء شبكة طرق داخلية بإجمالي أطوال 25 كيلومتر وعرض 4 حارة مرورية في كل اتجاه، ودي يا فندم لخدمة التجمعات التنموية والعمرانية المستقبلية يا فندم. تم يا فندم الانتهاء من محور جمال عبد الناصر وامتداده، وربط محور جمال عبد الناصر بمحور السادات لعمل محور مروري داخلي داخل القاهرة الجديدة، وتم مراعاة فندم عمل ممشى للعجل وممشى للأفراد وأماكن انتظار للسيارات يا فندم. وتم فندم الانتهاء من أعمال تطوير محور العبور ومحور الجزيرة وامتداد محور محمد نجيب. محور العبور ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، محور الجزيرة ليصبح 6 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 3 حارة مرورية، وتم الانتهاء من الطريق الواصل بين محور الجزيرة ومحور العبور بعرض 6 حارة مرورية يا فندم إنشاء جديد، وتم الانتهاء من تطوير امتداد محور محمد نجيب ليصبح 10 حارة مرورية في كل اتجاه بدلا من 4 حارة مرورية يا فندم، 6 رئيسي و4 فرعي يا فندم. والمنطقة يا فندم جاهزة لاستقبال الاستثمارات المخططة والمقترحة يا فندم والامتداد العمراني. واستكمالا يا فندم لأعمال التطوير، تم يا فندم العرض والدراسة وعرض العرض على سيادتك مشروع ربط مدينة القاهرة الجديدة بالطريق الدائري الأوسطي وتطوير طريق سوق السيارات والمنطقة المحيطة به، وبدأنا فندم بالفعل بننفذ دلوقتي يا فندم 4 مكونات رئيسية. أولهم يا فندم محور طلعت حرب بطول 8 كيلومتر وعرض 5 حارة مرورية في كل اتجاه، يعمل كمحور موازي يا فندم لمحور محمد نجيب، وبيربط القادمين من جميع محافظات مصر عن طريق الدائري الأوسطي للقاهرة الجديدة، وبيربط يا فندم القادمين من شارع التسعين الجنوبي مرورا بمحور جمال عبد الناصر اللي هو بقى فندم محور مروري داخلي من خلال محور السادات ومحور جمال عبد الناصر، بيربط ويربط القادمين من طريق القطامية العين السخنة السياحي وينتهي بالدائري الأوسط يا فندم. ده فندم هيسهل الحركة المرورية ما بين سوق السيارات والمناطق الصناعية وربط القاهرة الجديدة بالمحافظات المربوطة من الدائري الأوسط يا فندم. هنخلص امتى طبعا؟ سيادتك ال لا انا بتكلم على ده. سيادتك الكلام ده كله الجسر الترابي بالاعمال بالكباري والانفاق والاعمال الصناعيه كجسر ترابي هيبقى اخر شهر 6 شغال خلصانين. لا احنا هنعمل كده سيادتك عشان احنا ممكن نشتغل، بس هيبقى في مشكله عشان موضوع المرافق. احنا بننسق مع جميع جده ولا سيادتك حاليا هم شغالين معانا، وزاره الاسكان وزاره الكهرباء وزاره البترول وزاره الاتصالات، عشان واحنا شغالين يبقى المرافق البنى الاساسيه سيادتك تكلت على سيادتك تبقى موجوده، بحيث ان احنا بعد كده لما يبقى التنميه اللي هي المره موجوده يبقى ده موجود الكلام ده وموجود المرافق بتاعته كلها طبقا للاعتياد. اهو بسيادتك سواء هنا او اي حاجه ثانيه بنعملها بالشكل ده. ربنا يوفقك كده. احنا للسخنه ليها طريقين صح كده؟
السخنه ذاتها الطريق الجديد والطريق اللي هو القديم مطور. ايوه فندم. كما استمع سيادته لاعمال تطوير شبكه الطرق بالقاهره الجديده لتيسير الحركه المروريه بين محور 90 الجنوبي ومحور 90 الشمالي عن طريق محور جمال عبد الناصر ومحور السادات طريق دائري داخل القاهره الجديده. القاهره الجديده يا فندم كمان حاليا بقى فيها يعتبر طريق داري، محور جمال عبد الناصر مع محور جمال عبد الناصر سيادتك لغايه هنا، وهيكمل مع محور السادات بقى عباره عن محور جديد داخل القاهره الجديده. هيساعد على نقل الحركه من 90 الجنوبي والشمالي اللي هم كانوا موجودين اصلا بس وكان فيهم تكدس جامد جدا وكانوا بيرموا على الطريق الدائري برضو، الكلام ده كله حر على الطريق الدائري. وسيادة الكلام ده احنا ربطنا عليه المحاور الجديده، فبقت المحاور الجديده مربوطه على محاور بحيث لا ما تاثرش يعني كمستقبليا المطال العمرانيه اللي هتبقى هنا او الاستثماريه بعدد السكان بتاعها مدروسه مروريا مظبوط جدا باساتذه الطرق في جامعه عين شمس وعندها في الهندسه والناس الموجوده مدروسه جامد جدا ان هي ما يحصلش اي تكدس مروري ثاني في المناطق اللي احنا فكيناها قبل كده. بس انا عايز اقول لك انك انت لما تيجي تتكلم على هنا نمو عمراني خلال ال 15 سنه الجايين للمنطقه دي وحجم الحركه المروريه مدروسه فندم، مدروسه ما اتدرست بدراسه مروريه مظبوطه جدا. المحاور دي هتخدمها محور محمد نجيب، الامتداد سيادتك امتداد طلعت حرب، سيادتك ندرس امتداد الكلام ده تربط طريق السخنه في الاماكن ده، فهيبقى في محاور بديله كثيره جدا. ده بالعكس ده هتخف التكدس يعني مع زياده الموجوده هنا هتخف الحركه الموجوده كمان التكدس الموجود في القاهره الجديده. شكرا يا محمد. شهر 6 ان شاء الله كده ان شاء الله. شكرا كل سنه وانت طيبين. سلام عليكم.